بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوان مشاهدي زيو سيتي، اليوم جينا باش نخرجوا بتصريح بحكم العمل ديالنا كسائق سيارات الإسعاف. اليوم كتجي النتيجة ديال البي سي آر بأنني مصاب بكوفيد 19، ولهذا كنطلبوا الشفاء العاجل لجميع المرضى ديال كوفيد 19. والامر الثاني، انا كنت نقول هاد كورونا راه ما كايناش، ولكن الحمد لله فاش حسيت بالاعراض، ضيق التنفس وحسيت الشم يعني مده 8 ايام ما كنشمش، صرعت الجناح كوفيد 19 في المستشفى الحسني وجريت التحليله ديال البي سي ار، وفاش خرجت النتيجه اليوم صباحا خرجت ايجابيه. لهذا كنحثوا المواطنين عامه ساكنة زايو باش ياخذوا مزيد من الحيطه والحذر، راه المرض كاين فهمت، وراه اللي كيحس به راه ماشي سهل، راه انسان كيمشي له التنفس، انسان راه صعيب، راه بالليل كيتأزم الانسان. لهذا خذوا مزيدا من الحيطة والحذر وديروا احتياطات، الناس ديال زيو ديروا الكمامة، ديروا التعقم، راه هذا الشيء ماشي سهل، راه هذا المرض راه كيزيد بواحد السرعة اللي هي كبيرة، بحكم القرب ديالنا من السبيطارات كسائق سيارة الإسعاف. يوميا كندخلوا السبيطارات، والحمد لله احنا تقاسينا بهذا الوباء، الله يرفع علينا وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. كنتمنوا من 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 المسؤولين يديروا كما راهم دايرين المجهود ديالهم، ومن المواطنين ثانيا يديروا يعني يعاونوا المسؤولين في الحيطه، في اخذ الاحتياطات اللازمه، والله يشافي الجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بدوري اشكر موقع زيو سيتي بحكم العمل تاع المكتب الصحي اللي هو كيشرف على تعقيم الاماكن العموميه وغير العموميه في مدينه زيو. كما تلاحظون ان الان خارج تراب جامعه زيو اللي هي هذا المنزل اللي رحنا في اطار التعقيم ديالو اللي هو تابع لجامعه ولاد سطوت، كيتعلق الامر بواحد الاخ ديالنا اللي هو سائق مرضى القصور الكلوي المزمن اتجاه من زيو
اتجاه بركان ومن زايو اتجاه الناظور. بحكم العمل ديال السي كمال الجعي المقاتل اللي كنحسبوه مقاتل من اجل الفئه اللي مريضه مرض القصور الكلوي المزمن، بالمناسبه اللي فقدنا في ظرف يومين فقدنا جوج نتاع مرضى القصور الكلوي، نطلبوا لهم الرحمه والمغفره. بحكم طبيعه العمل الاخ كمال الجعي في المستشفيات في التحاليل، اذا هو في الجبهات الاولى للتعرض لهذا الوباء اللي هو وباء خطير، نطلب الله ان يبعد علينا هذا المرض الخطير الفتاك. بالمناسبه وكنطلبوا له الشفاء العاجل، وهنا استغل انتهز الفرصه لاطلب من المسؤولين من الجهات المسؤوله باش يحاولوا اتمام المركز تصفيه الكلي بزايو اللي هو في طور الانتهاء ديالو، باش ما يبقوش هناك معاناه لا من ناحيه العائله ولا من ناحيه مرضى القصور الكلوي المزمن. نطلب الشفاء العاجل. هذه ضريبة فحاء السي كمال الجعي، وكما احنا اللي راك تشوفونا في الواجهه ضريبة الوطن ضريبة الدين، ونحن مستعدين ان شاء الله من اجل هذه الفئه نغامر ونضحي. معكم جمال العموري المشرف على تعقيم الادويه نتاع ضد فيروس كورونا وفي جمعيه وفاء لتصفيه الكلي بدائره لوطا زيو. شكرا.